اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين نهار جديد وفقرتنا الحواريه الاولى. هنبتدي فيها الكلام عن الموبايل اللي طول الوقت معانا وفي ايدينا. يمكن يجي من اكتر من 10 سنين لو الواحد كان يتوقع او يتخيل في وقت من الاوقات ان العالم ده هيبقى قريه صغيره جدا، يعني اللي هنا هيكلم اللي بره واللي بره هيكلمك وصوته صوره وفي اي وقت تتواصلوا في ثواني بتبقوا شايفين بعض. ما كانش الواحد ممكن يتخيل ده. صحيح السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي عملت حاجات كتير جدا ايجابيه، وفي ثواني ممكن تلاقي حادثه تعمل يعني ضجه في الراي العام، وتلاقي يعني تجيب الجاني ويتحاسب، وتحس ان انت فعلا السوشيال ميديا لها من الاهميه الكبيره. لكن في نفس الوقت بيحصل في احتيال وفي نصب وفي ابتزاز وفي يعني عمليات تهكير للحسابات والهاكرز، وما بالكم وما خفي كان اعظم. خلينا النهارده نتكلم عن السوشيال ميديا وما لها وما عليها، وازاي ممكن يبقى في ضوابط قانونيه تظبط المساله، ازاي ممكن نامن حساباتنا من التهكير، ازاي ممكن نعرف نحافظ على اولادنا من تسريب البيانات السريه والصور اللي ممكن تتسرب وبعد كده يحصل لهم ابتزاز. هنعرف تفاصيل كتيره جدا مع ضيفتي العزيزه اللي دايما بتشرفنا ونورنا في نهار جديد، نوره مجدي خبيره مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا بيكي نوره، مشرفنا ونورنا. الحقيقه يمكن السوشيال ميديا عامله زي العالم المفتوح او العالم الافتراضي. شايفه يعني هل العالم ده ما فيش ضوابط ممكن تحكم السوشيال ميديا او المواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب خلينا اول حاجه نقول ان مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات عموما والابلكيشنز الجديده هي اتعملت علشان تسهل حياتنا وتسهل عملية التواصل ونقل وتبادل الأفكار والآراء والرؤى المختلفة. بس الفكرة إن المواقع دي مجانية، ومجانية المواقع دي بتخلي كل طبقات المجتمع بتقدر إن هي تدخل وتعمل أكاونتات على المواقع المختلفة، فبالتالي ما بقاش في ضوابط بتحكم الموضوع. الموضوع بقى واسع قوي، كل حد يقدر بضغطة زرار ينشر صورة أو فيديو أو يقول في رأيه أو فكرته حتى لو هي مخالفة للقوانين. فبالتالي مواقع التواصل زي ما ليها إيجابيات ليها طبعا سلبيات كتيرة، يعني زي أي حاجة في الدنيا هي سلاح ذو حدين. السلبيات بتاعتها للأسف كمان بقت يعني ما ينفعش ان احنا في الزمن الحالي ان احنا نتجاهل السلبيات دي او نقول يعني هنسيبها ماشيه كده، لا ما ينفعش، لازم يكون في قوانين معينه تضبط الموضوع بشكل اكبر، لان عمليات النصب والاحتيال بقت كتيره وبتزيد مع الوقت. صحيح. شايفه فكره انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطه عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق السوشيال ميديا بقت عامله ازاي؟ فكرة انتشار الشائعات، يعني هو للأسف الشائعات بقت بتنتشر على السوشيال ميديا يعني بسرعة جدا، أكتر كمان أو أسرع من المعلومات اللي هي الصحيحة. حتى تقال إن موقع زي موقع فيسبوك مثلا باعتباره إن هو أشهر موقع على السوشيال ميديا، الموقع ده بقى بيتعمل عليه حسابات وهمية بشكل كبير جدا. يعني مثلا لو لقينا عدد المستخدمين على موقع زي فيسبوك هنلاقي ان هو بيتخطى ال 2 مليار 2.3 تحديدا. يعني موقع فيسبوك طلع تقرير قال ان 10% من الحسابات دي هي حسابات وهميه، يعني حوالي 200 مليون اكونت هم اكونتات فيك. فشوفي بقى كل اكونت من الاكونتات الفيك دي لو نزل معلومه غلط يعني بيعمل خسائر قد ايه. فالموضوع منتشر جدا اكتر من اي وسيله اخرى بيساعد على اكتر انتشار الشائعات، خصوصا ان مفيش رقيب. خصوصا ان مفيش رقيب، يعني مفيش رقيب بالزبط. وده بيبقى ليه مصالح خفيه، يعني حد عايز مثلا يعلي من سعر سلعه معينه فيقول لك ايه ده العربيات غلي، فالناس تبتدي ايه تتحافظ على شراء. ممكن يساهم في زياده الاسعار مثلا، او يعني اشاعه تطلع او حد يطلع اشاعه تتسبب في زيادة أسعار، أو تجميع ناس يجمعوا ناس في مكان معين، أو شخصية عايزة تشهر نفسها فتبتدي تقول حاجات وحد ينتحل أو يؤذي شخصية تانية. يعني في أشكال كتيرة للجرائم الإلكترونية. جميل. النقطة بقى الأهم وهي دي دايما اللي بنشوفها من السوشيال ميديا وهي التطفل. التطفل على الآخر بقت من الحاجات اللي يعني مؤذية جدا في الفترة الأخيرة. كلمينا إزاي السوشيال ميديا بتساهم في ده، وإنه يعني النهاردة أن أنا أخد البيانات بتاعتك من على الحساب بتاعك بقى شيء متاح وسهل، إن أقدر أخترق الحسابات الأخرى.
هو برضو يعني السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في ان حياة الناس بقت مفتوحة، بقى اي حد يقدر يتعرف على اي حد بكل سهولة او يجمع عنه معلومات او يدخل حياته بشكل او باخر، فخلقت نوع من التطفل، حتى التطفل بين يعني القرايب نفسهم بقى فيه يعني ما فيش حدود الواحد يقدر يقول منها ان هو بيحمي مساحته الشخصية. فالسوشيال ميديا عملت ده بشكل كبير، بالاضافة الى ان هي يعني بدأت تخلي الناس يتعرفوا على بعض بشكل اكبر، يعني خلقت كده مساحة من عدم الخصوصية، كله بضغطة زر بالظبط، الاد بتاع على طول ابقى عندك في الفريند، فجأة بقيت بالزبط. واحد من صحابك، فجأة بقيت ان عارف معلومات عنك. فان انا اعتقد ده مسؤوليه الشخص نفسه ان هو ما يضيفش اي حد، ما يقولش اكسبت لاي حد بالظبط. طيب النقطه الاهم وهي انه النهارده كمان ممكن اوصل لمرحله النصب ويتنصب عليا عن طريق حساب مزيف او حساب وهمي. شايفه ده النهارده بتساهم فيه زي السوشيال ميديا وفي صور ليه، يعني هل في حالات معينه مرت بده؟ كتير، يعني كتير فكرة انتحال الشخصية أو الحسابات الوهمية المزيفة دي بقت منتشرة جدا. يعني مشاهير كتير اتعمل بأساميهم صفحات بيتكلموا باسمهم، والمشكلة بتبقى أكبر لما يحصل مثلا انتحال لشخصية عامة أو شهيرة أو مسؤولة. يعني أنا فاكرة أنه في 2018 حد انتحل شخصية رئيس الوزراء الأسبق وعمل صفحة باسمه، كان صفحة باسم إبراهيم محلب على فيسبوك، وكان الناس بيبعتوا له مسجات وبيرد عليهم وبشكل مسؤول، يعني هو بيرد كأنه هو فعلا الشخص المسؤول ده وبيوجههم لأماكن، يعني ان هم ياخدوا إجراءات معينة. كل ده طبعا بيضر بالناس اللي بتتواصل مع الشخصية دي من غير ما تتأكد من هل انت فعلا الشخص ده ولا حد نصاب او محتال. يعني النهارده يعمل تويتر على تويتر باسم شخصيه مشهوره، فنان من الفنانين، مغني، مطرب، ممكن يقلب الناس عليه، او العكس هو بيعمل ضجه حوالين الشخصيه دي بنت، يعني انتحال الاسم. اعتقد مباحث الانترنت في الفتره الاخيره بدات توصل للحسابات المزيفه واصحابها والناس اللي بداوا مؤخرا ان هم يوصلوا لده، وكمان الحكومات بقت بتضغط على اصحاب المنصات دي ان هم يعني يحطوا قوانين معينه او يبقى في رادع لموضوع انتشار الاخبار المزيفه. وفعلا المواقع الكبيره زي فيسبوك وتويتر وانستجرام بدات ان هي توظف اشخاص فعلا علشان يعني يتابعوا الاخبار المزيفه ويحاولوا ان هم يتتبعوها ويلغوها. هايل، يعني ده المهم. واعتقد كمان دلوقتي بقى في شروط عشان النهارده شخصيه عامه تدخل على الفيسبوك ان حسابها يتوثق، ده من الحاجات المهمه او ضروريه، يعني ما بقتش حاجه رفاهيه. مهم جدا. وتويتر مؤخرا شغال على النقطه دي، ان هو بيحاول يعمل شكل من اشكال الفيريفايد او التوثيق. حتى بنلاقي ان المؤسسات الرسميه او زي القنوات او الحاجات الحكوميه بتكون موثقه بعلامه الصح دي، وفي نفس الوقت اسامي الاشخاص المشهورين او الناس رؤساء الدول، يعني الناس اللي في مناصب كبيره مسؤوله لازم طبعا يبقى حساباتهم موثقه. جميل. شفنا مؤخرا كمان النهارده جزء مهم جدا وهو ابتزاز الفتيات والبنات. ان انا النهارده اخد صوره بنت عايزه انتقم منها واحط صورها واركبها على فيديو، يعني الموضوع ما بقاش صوره بس، ده كمان بقى فيديو، واقدر ان انا اخليها لدرجه انها اهلها يشكوا فيها. واحنا شفنا بسنت الله يرحمها اللي خدت وانتحرت عشان حادثه زي دي، فازاي ممكن يعني عديمي الضمير دولت ممكن يعملوا كده في بناتنا وينهوا حياتهم بالشكل ده ويخلوا نظره المجتمع البنت طبعا طول الوقت خايفه على سمعتها. السوشيال ميديا سهلت فكرة التحرش الإلكتروني عموما، يعني بقينا بنشوف إن على السوشيال ميديا وتحديدا برضو على الفيسبوك فكرة إن حد يبعت لي رسالة فيها صور خادشة للحياة أو كده، ويعني لينا في رذايل الأزرز اللي بتبقى موجودة خير دليل على ده، بنلاقي إن المتحرشين منتشرين على السوشيال ميديا بيضايقوا البنات بيستهدفوهم بشكل خاص. وساعات لما بيحصل حوار وتبادل للكلام ممكن يوصل الموضوع ان هم يبتزوا البنات دول.
بس يعني احنا لازم طبعا يبقى في تحذير جامد للموضوع ده. والحقيقه بسبب فكره انتشار يعني كل حد دلوقتي بقى ماسك الموبايل في ايده مش بيسيبه، فالموضوع بقى صعب ومحتاج رقابه ذاتيه من الشخص نفسه. يعني ما ينفعش اقول انا كبنت مثلا ان انا لو بابا وماما مش شايفين انا بعمل ايه فيلا بقى هكلم اي حد او هعمل اي حاجه، لا لازم يبقى في رقابه ذاتيه، لازم كل بنت تبقى هي من نفسها عارفه الصح والغلط، تبقى عارفه تكلم مين، تقول ايه، ما تبعتش صورها لاي حد، حتى يعني ما نبعتش صورنا حتى لو هي صور مش فاضحه او صور خادشه، لان للاسف دي واقعه مثلا حصلت مع واحده صديقتي، حد سرق الاكونت بتاعها، هكروه بسبب ان هي ضغطت على لينك، وبعد كده دخل على يعني المسجات بينها وبين اصحابها وخد صورها اللي بشعرها وبدا ان هو يبتزها ويقول لها انا عايز فلوس عشان ارجع لك الاكونت وما انشرش الصور بتاعتك، بس هي طبعا بلغت عنه وقفلت الاكونت يعني. فالموضوع ده منتشر جدا، فكره الابتزاز وفكره التحرش الالكتروني حاجه احنا مش هنخلص منها، فالاحسن ان يكون في رقيب ذاتي على الشخص نفسه ويكون عنده وعي. اعتقد ولا حتى الزوجه مع زوجها، يعني ساعات بنسمع ان الزوج اللي مسافر وزوجته بالزبط. ممكن تفتح الكاميرا او تتكلم معاه بحريه شويه وهي معتقده ما بتكلمش غير زوجها بالزبط. لكن ما تعرفش ان في ناس كتير عديم الضمير ممكن يهكر ويدخل ويشوف ويتفرج. تحديدا في يعني خلينا نقول ان اجهزه الاندرويد اكتر عرضه للاختراق، انا ممكن ما ابقاش عارفه ان الاكونت بتاعي او سوري الموبايل بتاعي مخترق وحد فتح لي الكاميرا وشايفني وانا مش عارفه ده، فلازم نبقى مركزين جدا في فكره ان احنا ايه اللي بننزله على السوشيال ميديا، ايه الصور اصلا اللي بنخزنها على الموبايل بتاعتنا عشان ما حدش يخترق الموبايل ويسرق الصور دي. جميل، ده اول شيء. وكمان لازم يعني الوعي اللي نديه لبناتنا، يعني انا عجبني قوي قصه صديقتك اللي هي كانت عندها وعي وقادره ان هي تمسك نفسها واعصابها وانها تدخل تقفل اكونت وتبلغ وتاخد خطوات ايجابيه، عكس بسنت الله يرحمها انها انهارت وانها انتحرت يعني انهت المساله بشكل فيه ضعف. انا شايفه كده المفروض البنت ما تضعفش مهما كان طالما واثقه في نفسها وعارفه قد ايه هي الحمد لله شريفة وكويسة وتحمل اسم أهلها، ما يهمهاش ضغوطات المجتمع. بالظبط، بس هو الموضوع بيختلف من حد للتاني، وبرضو الفئة العمرية بتفرق في حاجة زي دي. صحيح، يعني الأطفال الصغيرين ممكن بكل سذاجة حد صحيح. يستدرجهم إن هم يبعتي لي صورتك شكلك حلو، يقول لهم كلمات تساعدهم وهم بيكونوا في الفترة دي محتاجين يسمعوا الكلام ده، بكل سذاجة هيبعتوا الصور وهيتصرفوا بتلقائية، فلازم هنا بقى يبقى في رقابة من الأهل نفسهم، وفي نفس الوقت يتكلموا مع بناتهم بفكرة لو حصل ده تعالي قولي، مش انك تخافي او تقولي لا هيعملوا لي حاجه فخبي وداري، ده اللي بيؤدي في الاخر لفكره ان البنت ممكن تنتحر من كتر خوفها يعني. صحيح، وبذكر كلامك عن الاطفال فكرتيني بالحادثه بتاعت الفيديو اللي انتشر على الفيسبوك، الام اللي قاعده جنب ابنها وهو قاعد على التابلت وفجاه سمعت حد بيكلمه وبيساله على اسمه سنه ساكن فين ومنين. ازاي ممكن حتى الالعاب الالكترونيه تخترق؟ الناس اللي بندخل نلعب معاهم على العاب معروفه يعني ايا كان مسماها، بس بندخل ونجيب ناس مثلا من دول اخرى ومن كل مكان في العالم ونبتدي نتكلم معاهم عادي يعني. بالظبط، فكره الالعاب دي كارثه لوحدها، لان هي اصلا بتبقى بتستهدف الاطفال في السن الصغير، وما بيكونش طبعا عندهم الوعي الكافي ان هم يبقوا عارفين مخاطر ده، فبيتصرفوا بتلقائيه. وفي نفس الوقت في العاب برضو يعني احنا سمعنا عن العاب كتير في الاخر، غير ان هي بتضيع وقت الاطفال هي بتؤدي لمشاكل، بتؤدي للانتحار، بتؤدي ان هم يخوضوا تجارب ممكن تبقى خطيره، فده كله بينعكس سلبا على الاطفال يعني. شايفه انه قوانين مكافحه جرائم الانترنت كافيه، وهل وعي المواطن كمان اهم من القوانين دي؟ هي قوانين مهمه يعني فكرة وجود قوانين تحمي الناس من جرائم الانترنت حاجة مهمة جدا، ومؤخرا فعلا بقى في قوانين رادعة يعني قانون مثلا ان انت تعمل حاجة مخالفة على النت ده فيها 3 شهور حبس وحوالي 30,000 جنيه غرامة، ولو حد حاجات بقى اللي توجع يعني بالظبط ولو حد انتحل شخصية حد او عمل حاجة مؤذية او تسببت في أذى لعدد كبير من الناس يعني العقوبة دي ممكن تتضاعف، بتوصل كمان لثلاث سنين و 300,000 جنيه غرامه. فالحكومه عامله اللي عليها يعني عامله
قوانين فعلا رادعه، بس يعني لو بصينا الموضوع هنلاقي ان اقصى عقوبه 3 سنين حبس مش كفايه، يعني محتاجين يكون في قوانين اقوى من كده لمختلف الجرائم، لان الناس بالوقت تفكيرهم بيتطور ويعني وسيله ارتكابهم للجريمه الالكترونيه بتتطور مع تطور الابلكيشنز دي، ووعي المواطن طبعا هنا مهم جدا. القوانين لوحدها مش هينفع تشتغل، يعني مش هتشتغل لوحدها، لازم جنبها يبقى في وعي من المواطن ان هو يقدر يفرق بين اللي قدامه ده شخص صادق ولا كذاب، حد بينتحل شخصيه حد ولا هو الشخص نفسه حقيقي. وهنا بقى يعني دور الإعلام طبعا بيلعب دور كبير في تنمية وعي المواطن. صحيح، يمكن على قد ما فعلا السوشيال ميديا ليها سلبيات كمان ليها إيجابيات، يعني إزاي بتشوفي قوة السوشيال ميديا لما بتلاقي فيديو بتشير عن جريمة معينة أو عن تجاوز أمني حصل، وإزاي بيبقى في تدخل أمني سريع وحاسم في اللحظة؟ السوشيال ميديا ليها مميزات طبعا في الجزء ده، يعني إحنا لما بنلاقي حاجة طلعت ترند والحاجة دي سلبية، الناس بتبدأ تعمل زي سبوت لايت عليها، توعي الناس إن أصلا ده غلط، سواء بالتريقة أو بالاحتجاج على التصرف ده. وشفنا مؤخرا من كام شهر كده كان في حادثة على طريق السويس، كان راجل طلع رجله من العربية وسايق على طريق خطر جدا. الراجل ده دلوقتي محبوس، يعني طلع حكم ان هو يتحبس 3 سنين، ولولا ان السوشيال ميديا سلطت الضوء على الفيديو ده وانتشر بشكل كبير، يعني كل ده ساهم في ان الأجهزة الأمنية تاخد اجراء ضد الراجل ده. عظيم، وده من الحاجات الحلوه قوي انه يبقى فيه تدخل على طول، والرأي العام ليه دوره، والنهارده الرأي العام بيساعد وزارة الداخلية يعني القبض على الناس دي او تسليط الضوء على ان هما ما ينفعش التصرف ده يتكرر تاني. وده دور كل مواطن دلوقتي، ان انت زي ما يعني النهارده قاعد على الانترنت وعلى الموبايل، كمان دورك ان لما تلاقي حاجه غلط تصورها وتشيرها، وان انت تمنع يعني حدوث الغلط ده مره تانية بايدك انت. بالضبط. خلينا بقى ندخل في جزئيه مهمه جدا، انفلونسر والبلوجر، المسميات الجديده والمستجده على مجتمعنا في الفترات الاخيره، شايفة ازاي هم اصبحوا مؤثرين جدا على المجتمع، وفي منهم للأسف اللي بيستغل تأثيرهم ده بحدوث عمليات نصب واحتيال. فكرة الانفلونسر دي انتشرت جدا جدا، بقوا زيهم زي نجوم المجتمع والممثلين في التأثير، بل يعني ممكن يكونوا اقوى كمان. بيتابعهم ملايين، يعني في عدد معين من الناس بقى بيتابعها ملايين، فالناس دي مسؤولة عن كل حرف وكل كلمة هم بينزلوها. معظمهم بيشتغلوا في الترويج للمنتجات أو للأفكار أو خدمات معينة، بس بعض الناس دي بدأت تعمل عمليات نصب واحتيال. وإحنا شفنا مؤخرا بلوجر، يعني دون ذكر اسمها، البلوجر دي عملت فعلا زي شركة وهمية هي ومساعدة زوجها واخته وجوز اخته، العيلة يعني كلها. بالظبط، كانوا عملوا شركه وهميه، قالوا ان هم بيستثمروا الاموال وجمعوا اكتر من 1,000,000 جنيه، واتقبض عليهم لما ما عرفوش يرجعوا الفلوس دي لاصحابها تاني. فهنا طبعا مشكله كبيره، يعني ومشكله ان في ناس تانيه بتعمل ده بس لسه ما تسلطش الضوء عليها. فمهم جدا ان احنا ما نثقش في الناس دي، يعني مهم ان احنا نبقى عارفين احنا بنتعامل مع مين، ونبقى عارفين ان الناس دي في الاول وفي الاخر هم عايزين فلوس، بيعملوا كده عشان الفلوس، فما نتأثرش بيهم قوي. مدى الثقه اللي الناس بتجيبها في الاشخاص دي، يعني جبت منين الثقه دي انك النهارده هو في النهايه شخص زيه زيك، النهارده ازاي احول له مبلغ معين عشان هيقدم لي خدمه معينه، وفي النهايه الاقي نفسي اتنصب عليا؟ ليه الناس برغم الوعي والتطور التكنولوجي ده كله لكن الناس مازال بتنصب عليها؟ لان الناس يعني بتبص على عدد الفولورز مثلا. يعني البلوجر دي كان عندها اكتر من 2.5 مليون، فرقم كبير، فبالنسبه لي انا هثق فيها، اكيد مش هتبقى نصابه وعندها عدد المتابعين ده. فطبعا ده تفكير ساذج جدا. عدد الفولورز مش دليل على ان الشخص اللي قدامي شخص سوي او كويس، او ان انا لازم اتابعه واسمع كلامه. برضو حاجة تانية، إن الناس دي بيكون عندها قوة إقناع عالية جدا، إن هي تقدر أصلا تجمع عدد كبير كده من الفولورز، فده معناه إن هي عندها مهارة الإقناع اللي هتقدر تسيطر عليا أو تقنعني إن أنا أعمل زيها أو أستثمر فلوسي أو أسمع كلامها أشتري منتج. فلازم أكون عندي الوعي اللي يخليني قادرة
افرق في النقطه دي. وبرده في ناس بتتاثر بيهم، في ناس بتقلدهم، في ناس بتبقى عايزه تبقى زيهم، تعيش حياتهم بالظبط. يعني هم دايما طول الوقت مدينا المثاليه والعيشه حقيقي. الجميله والرفاهيه، هم عندهم مشاكل اكتر من اللي عندنا حقيقي يعني. فما ينفعش ان احنا نتاثر بيهم او ناخدهم قدوه ونسمع كلامهم وده دايما اللي بنقوله، انه يعني لما بيقولك بالمثل الشعبي البسيط جدا، انه تعرف فلان؟ اه اعرفه. طب عشرته؟ لا ما عشرتوش. ما ينفعش، لازم تكون عشرت الشخص وتعرفه معرفه جيده يعني عن قرب، مش مجرد بيظهر في صوره وبيجي يعمل لي شويه فيديوهات وشويه اخبار هو شاريها او شويه فولورز هو عاملهم فيك. بالزبط. فلازم يبقى المصداقيه دي ليها سبب معين جدا عشان اقدر ان انا اثق في الشخص ده. ما ينفعش ناس بتشتري براندات كتيره جدا وهميه، يقول لك ما عملتش معايا نتيجه ودفعت فلوس ومبالغ وبتجيبه. لازم بالظبط يبقى انا كمستخدم للسوشيال ميديا عندي وعي ان ليه اصلا الشخص المشهور ده بيعمل دعايه للمنتج ده. أيوة. هل عشان المنتج ده دفع له فلوس؟ هل عشان هو فعلا مجربه يعني موضوع عن تجربه، ولا علشان هو متفق معاه يعني؟ والفكره مش في المنتجات بس، في الخدمات كمان يعني. انا اعرف ناس مؤثرين على السوشيال ميديا راحوا جربوا مثلا فنادق قعدوا فيها ببلاش ويعني خدوا التجربة كاملة، وكل ده بيبقى مش كويس ومش حقيقي، بس هم بيروجوا ليها في مقابل خدمة الفندق ده عاملها لهم ان هو مثلا قاعد ببلاش. بالظبط. فلازم انا كمستخدم اكون عندي وعي ان انا اقدر افهم ايه الغرض وراء ان الشخص ده طالع بيعلن عن منتج او خدمه، انه بيتقدم له كل الخدمات دي ببلاش. بالظبط. لكن حضرتك هتروح النهارده الفندق ده او المكان ده او الرحله دي بمبلغ وقدره، هو النهارده نجحت الشركه دي انها تاخد العدد ده ويجي لها العملاء دول كلهم من ورا الشخصيه دي عشان دفعت لها ثمن الاعلان. بالزبط. فقط لا غير. نفسي بس الناس الجميله اللي هي في كل كفر وفي كل نجع وفي كل قريه بقت ماسكه النهارده الموبايل تصل لهذه الدرجة من الوعي، وتبقى عارفة ان كل ده مجرد اعلانات مش اكتر، زي اللي بيطلع في الشاشة التلفزيون او التلفزيون بالظبط قدامنا كلنا، وبدأنا نفرق نعرف اه ده اعلان ده خلاص بقى ما احنا عارفين. لا، هو الشخصية اللي بتتكلم دي هي انت ما تعرفهاش، هي مش قريبك او ابن عمك او ابن خالك اللي بيتكلم معاك ده، هو بالظبط. يعني بيختار ثقة عمياء يعني، لازم نشغل عقلنا بس شوية. صحيح. خلينا بقى ندخل في نقطة مهمة جدا وهي الابتزاز العاطفي او الاحتيال العاطفي عن طريق برضو الانترنت وعن طريق الفيسبوك، واصبح النهاردة في جوازات بتحصل عن طريق مواقع السوشيال ميديا، في حين في جزئية اخرى بيحصل احتيال. فكلمينا عن النوع دوت وشكله ايه وبيحصل ازاي. فكرة الاحتيال العاطفي انتشرت برضو مؤخرا، ما كانتش موجودة في بداية انطلاق السوشيال ميديا بقوة زي دلوقتي. دلوقتي بقت المواقع يعني بقى غير مواقع التواصل الاجتماعي، في اصلا تطبيقات للمواعده وفكره ان حد يدخل يدور على شريك حياته على النت، دي حاجه بقت منتشره جدا. برضو خليني اقول مثال عن بنت مكسيكيه. البنت المكسيكيه دي يعني انتشر عنها اخبار كتير جدا في السوشيال ميديا من كام شهر. البنت دي حبت حد على السوشيال ميديا بس هو كان في دوله تانية، وبعد شهور وخلاص بقت واثقه فيه، قال لها تعالي زوري البلد اللي انا قاعد فيها وحجز لها طيران وظبط لها كل حاجه. البنت دي لما سافرت فعلا قابلت حبيبها اللي هي عارفاه من على النت، قتلها، سرق اعضائها، اكتشفت ان هي يعني الموضوع طلع كله احتيال يعني. طبعا. مجرد احتيال عصابة. فدي كارثه كبيره يعني. دي مصيبه يعني النهارده. فلازم ما حدش يثق في اي حد، لازم كل بنت يبقى عندها وعي كافي ان هي ما تقبلش ايد من اي حد، ما تضغطش على لينكات غريبه، يعني ما تحطش معلوماتها، ما تنشرش صور ليها معينه يعني. الصور دي ممكن حد يبتزها وتؤدي لحاجات ثانيه، فلازم يبقى في وعي عند البنات حتى في الموضوع ده. الرجاله كمان مش بس السيدات، النهارده ما يتغشش في اي اد بتجيله من اي واحده ست جميله حاطه صوره حلوه، ممكن بالزبط. يطلع راجل وعايز في الاخر يبتزه او يكلم مراته يقول لها، او هي نفسها مراته اللي عامله كده ممكن. لا، وانا اعرف والله اعرف شخص فضل يحب برضو بنت لمده 3 سنين على ان هي شكل وصوره معينه، ولما قابلها في الحقيقه اكتشف ان هي حد تاني خالص، بس هي مش حلوه فخافت، فحطت صوره لبنت حلوه جذبت نظره. فطبعا النصب والاحتيال ده بيحصل يعني. عجبني الفتره الاخيره قوي بقى في حاجه زي القفل كده للحسابات الشخصيه، والناس بدات يعني
تحاوط حساباتها شويه وبقت نوعا ما تظهرش كل الصور الشخصيه للبابليك او للعامه. شايفه الجزئيه دي؟ اعتقد بدات الناس شويه تعي الجزئيه دي كويسه، رغم ان بيحصل عليها تريقه كتير. يعني انا لما حد يبعت لي اد والاكونت بتاعه لوجد ومفيش صوره مفيش حاجه، طب انا هقبل بناء على ايه؟ فهي نقطه غريبه شويه. هي طبعا بتحمي البنات جدا، مهمه، حاسه ان هي نقطه مهمه، بس دي يعني ما تخلينيش بقى اروح ابعت اد لحد انا ما اعرفوش. يعني ده اللي انا كنت لسه هقوله لك، انه اكيد ما اقبلش اد من اي حد، لازم اكون ولا حد انا ابعت لحد زميل، حد يعرفني معرفه شخصيه، حد قريب بالزبط. هو اللي قال لي انا هبعت لك الاد فانا عارفه مين. وده اعتقد خطوه كويسه كمان من السوشيال ميديا نفسها، من الفيسبوك نفسه. بالظبط. الجزئيه الاخيره، عايزاكي بقى تقدمي نصائح للمشاهدين اللي عايزين يامنوا حساباتهم من الاختراق. تأمين الحسابات من الاختراق هي حاجة مهمة جدا، أو في مواقع مش كل الناس عارفاها، زي موقع مثلا اسمه فيروس توتال وموقع security.org. الموقع دي مهمة جدا، يعني بتكشف لنا مثلا عن المواقع. يعني لو حد بعت لي لينك، انا ما ينفعش اضغط على اللينك ده حتى لو هو لينك فيسبوك مثلا. انا ممكن اخد الموقع اللينك ده واحطه على الموقع، اتاكد بس ان هو ما فيهوش فيروس، ما فيهوش حاجه هتؤدي لاختراق الموبايل، فدي حاجه مهمه. security.org برضو بيساعد ان انا احط كلمه سر قويه. يعني في ناس بتحط كلمات سر او كلمه المرور بتاعه الاكونت بتاعها بتبقى ضعيفه فبتؤدي لاختراقها. احنا لو حطينا قويه بننسى. المشكله في الذاكره، نكتبها في ورقه ونحطها في مكان يعني امين. يعني مهم جدا ان احنا نامن حساباتنا، نعمل كلمه سر قويه، ما نستخدمش نفس كلمه السر لكل الاكونتات بتاعتنا، لان دي حاجه خطر، ممكن تؤدي لاختراق كامل لكل المواقع بتاعتي. كمان في ناس بتحط نفس الباسورد بتاعها، نفس مثلا الاي تي ام الفيزا. الله. فدي بتبقى مشكله كبيره طبعا، دي هديه كده للهاكرز. فلا لازم نغير يعني كل اكونت ليه باسورد خاص بيه، نكتبهم عشان لو بننسى. بس ما نكتبهمش على الموبايل عشان ممكن يؤدي الاختراق. احنا بندي هديه كمان للحرامي، لا يسرق الموبايل هاخده بالباسورد. كمان مهم ان احنا ما نضغطش على اي لينكات وهميه تجينا، لان دي مشكله كبيره ودي اللي بتؤدي للاختراق. برضو يعني ممكن صاحبتي تبعت لي لينك وهي الاكونت بتاعها مخترق، فده يؤدي لاختراقي انا. فانا مش معنى ان انا واثقه فيها دي صاحبتي ان انا افتح، دي بعت لي اوكازيون او يعني عروض وحاجات ففرحانه وادخل على طول. هم بينتهزوا فرصه دايما، مناسبات اخر السنه، وده بقى منتشر جدا على الواتساب. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من النقطه دي. بس واخر حاجه ان احنا ما نفتحش السوشيال ميديا بتاعتنا في بواي فاي مثلا مول او واي فاي مكان انا مش عارفه المكان ده محمي ولا لا. فمهم ده جدا، ده بيساعد على الهاكر، ده ممكن يساعد على الاختراق او ان هم يحتفظوا ببياناتي. فدي نقطه مهمه. دي مشكله في اي كافيهات مثلا معروفه، الواحد بيبقى فرحان قوي في واي فاي ولا لا، الجيمات مثلا الكلام ده لازم ابقى واثقه ان هي محميه، علشان لو دخلت عليها وهي مش محميه هتؤدي لاختراقي اكيد. عظيم، بشكرك يا نوره، ودايما كده يعني تفيدينا وتحملنا حساباتنا. انا بشكرك نوره مجدي، خبيره مواقع التواصل الاجتماعي، على وجودك معنا النهارده. مبسوطه ان انا كنت معاكي. انا كمان لسه مشاهدينا الكرام مكملين معاكم نهار جديد، ولسه معانا فقرات تانية كتير، لكن بعد فاصل قصير انتظرونا.